بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. نبدأ اليوم الحديث في آخر جزئية من مفردات المقرر، وهي ما يسمى عندنا بالليجل تيرمينولوجي أو المصطلحات القانونية. ابتداء فيها بننوه على أن المصطلحات المقررة للاختبار تم عرضها على في المنتدى، وهي مصطلحات محددة. في هذه المحاضرة نستعرض هذه المصطلحات المطلوبة والمصطلحات الأخرى في المقرر حتى تعم الفائدة، بعد ذلك الطلاب يعرفوا ما هي المصطلحات المطلوبة في الاختبار فقط. لكن في هذه الجزئية نستعرض هذه المصطلحات في عدد محدود من الدقائق، وإن شاء الله نبدأ في مراجعة المقرر من بدايته بإذن الله. المصطلحات المطلوبة بالنسبة لدينا هي نذكر المصطلح باللغة الإنجليزية ونشوف ما يقابله باللغة العربية، وهذا ودي الصيغة بتاعت الأسئلة اللي بتريد. commercial law مصطلح يعني قانون تجاري، commercial law. arbitration يعني تحكيم، banking اللي هي تعني أعمال الصرف والبنوك، brokerage سمسرة، burden of proof الإثبات اللي هو الجهة التي تتحمل إثبات الإدعاء في المنازعات أمام المحاكم، أيضا court of first instance اللي هي محكمة الدرجة الأولى، court of appeal محكمة الاستئناف، court of cassation محكمة التمييز، torts ضرر، dispute تعني نزاع بمعنى انه المنازعات اللي تعرض امام المحاكم تسمى dispute settlement تسوية المنازعات، اللي هو التوصل الى تسوية act او يضع نظام General Assembly نسميه الجمعية العامة اللي هي في الشركات المساهمة، contract عقد judicial authority السلطة القضائية، law اللي نكتب به نظام، legality شرعية، liability مسؤولية bankruptcy الإفلاس. نحن بنقابل المصطلح، ما هي حتكون من ضمن الخيارات، يعني بديك المصطلح بديك الخيارات بالنسبة لها في الأسئلة. أيضا commercial paper اللي هي الأوراق التجارية، negotiation مفاوضات، regulation أنظمة، company شركة، joint stock company شركة المساهمة، contract of supply عقد التوريد، intellectual property rights حقوق الملكية الفكرية، trademarks اللي هي علامات تجارية، patents براءات الاختراع، commission agency الوكالة بالعمولة، real estate activities الخطاط العقارية، merchant tailor professional احتراف، commercial registration اللي هي السجل التجاري، قبلها obligations تعني التزامات، dissolution of the company انقضاء الشركة، merger اندماج، liquidation of the company تصفية الشركة، shareholders المساهمون، capital يعني رأس المال، profit أرباح، judicial presence سابقة قضائية، limited liability company اللي هي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، juristic personality شخصية المعنوية، legal capacity أهلية قانونية، acceptance قبول، compensation تعويض، يرزم اختصاص القضاء.
هذه هي المصطلحات القانونية عامة في المقرر. نحن اختصرنا منها جزء كثير وحددنا في المنتدى عدد من المصطلحات القانونية هي المطلوبة بالنسبة لنا. كل ما ذكرناه في هذه المحاضرة هو مطلوب بغرض الاختبار، لكن ذكرناه بغرض المعرفة بالنسبة للطالب كجزء من المقرر المعني، لكن ما يعني الاختبار حددناه في المنتدى السابق. هذه كررناها، ليست هذه كلها مطلوبة، المطلوب واضح موجود عندنا في المنتدى. نبدأ الآن فيما تبقى لدينا من زمن في استعراض مفردات المقرر التي سبق أن تحدثنا عنها من بداية المحاضرة. نحن بدأنا من الابتداء وذكرنا على أنه من الأنظمة الموجودة هذه عندنا أربع أنظمة هي المطالبين فيها: نظام المحكمة التجارية، ونظام الدفاتر التجارية، ونظام السجل التجاري، ونظام الشركات. هذه هي الأنظمة الأربعة اللي إحنا مطالبين في معرفة تواريخها ومذكورة في المنتدى بالتفصيل. أيضا تحدثنا في نظرية القانون وذكرنا أن نظرية القانون هذه لا تدخل من ضمن مفردات المقرر المطلوب الاختبار عليها، نتخطاها تحدثنا عنها لكنها لا تدخل من ضمن الموضوعات المطلوب الحديث فيها. الاختبار تبعنا يبدأ من نظرية الحق، ما قبل نظرية الحق لا يدخل فيما هو مطلوب. في نظرية الحق أهم شيء عرفنا الحق على أنه استيسار وتسلط بقيمة الشعر يقره القانون ويحميه. بعد ذلك تحدثنا عن أنواع الحقوق، قسمنا لحقوق مالية، حقوق غير مالية، حقوق مختلطة، ثم تحدثنا عن خصائص أي من هذه الحقوق، ثم انتقلنا للحديث عن أقسام هذه الحقوق بتفصيلها المعرف. يعني إن تعريف الحق، ثم أقسام الحق، ثم أقسام حقوق مالية، حقوق غير مالية، حقوق مختلطة، وأقسام كل واحدة منها، ثم الخصائص التي تميز أي من هذه الحقوق. يعني هل حقوق عينية، حقوق عينية أصلية، حقوق عينية تبعية، وأقسام كل واحد من هذه الحقوق، وضحناه توضيحا تفصيليا في هذا الجانب. أيضا وضحنا الحقوق المختلطة ماذا نعني بها، حدثنا عن أشخاص الحق، وكان الشخص الطبيعي، الشخص الطبيعي ونعني به الإنسان، حدثنا عن الشخص الاعتباري من أشخاص الحق. ثم انتقلنا للحديث عن نظرية الأعمال التجارية والتاجر، عرفنا فيه القانون التجاري ووضحنا أنه هو يعتبر فرع من فروع القانون الخاص، هذه جزئية
واضح انه القانون التجاري قانون خاص كان جزء سابق من القانون المدني واستقل عنه. وضحنا ما هي اسباب وجود القانون التجاري، وضحناها في السرعه والائتمان. مع ذلك تحدثنا عن تحديد نطاق تطبيق القانون التجاري، تحدثنا عن النظريه الشخصيه واللي هي ايضا تسمى الذاتيه، النظريه الموضوعيه تسمى ايضا النظريه الماديه. وضحنا ان النظام السعودي اخذ بالنظريه الماديه والنظريه الذاتيه في آن واحد. هذه الانظمه التي سبق ان تحدثنا عنها. تحدثنا عن مصادر النظام التجاري في المملكه. بعد ذلك انتقلنا للحديث عن الاعمال التجاريه، وهذه تعتبر جزئيه مهمه لانه قسمناها الى اعمال تجاريه بطبيعتها واعمال تجاريه اعمال تجاريه بطبيعتها او اصليه. ثم هذه قسمناها لقسمين، اعمال تجاريه بطبيعتها منفرده واعمال تجاريه بطبيعتها على وجه المقاوله. وفصلنا في كل واحده منها ماذا تعني بالنسبه لدينا. ثم تحدثنا عن الاعمال التجاريه المنفرده والتمييز انواع مختلفه. تحدثنا عن تعريفها وعن شروط عن الشراء لاجل البيع والشروط للشراء لاجل البيع. ثم تحدثنا عن الاستثناءات التي ترد، اللي هو قلنا انه الاعمال الزراعيه تعتبر اعمال غير تجاريه اللي هي مدنيه. ثم تحدثنا انه الاعمال المهن الحره، الانتاج الفكري، الصناعات الاستخراجيه او العمليات الاستخراجيه، هذه جميعها تخرج من انها ليست تعتبر اعمال تجاريه. وضحنا ما هي المعايير التي تستخدم للتمييز بين العمل المدني والعمل التجاري من نظريه المضاربه وغيرها. ثم وضحنا ما هي اهميه هذا التمييز من حيث الاختصاص القضائي والاثبات والتضامن والنظر الى الميسره وتحريم الافلاس. وضحنا النظريات التي تستخدم للتمييز بين هذه المعايير. هذه الجزئيه التي ذكرتها الان انواع الاعمال التجاريه، نرجع على شويه انواع الاعمال التجاريه المختلفه. الأعمال التجارية بطبيعتها تحدث عن الشراء لأجل البيع والاستثناءات التي ترد على هذا الشراء لأجل البيع. ثم تحدثنا عن شروط الشراء لأجل البيع التي يجب تحققها. ثم تحدثنا عن الأوراق التجارية وأنواع من شيك بيالة أو سند الإذن أو سند لأمر. ثم تحدثنا عن أعمال الصرف والبنوك، قلنا عرفنا ماذا نعني بالصرف نفسه، ما هي الأعمال البنوك التي تدخل في هذا المطار. ثم وضحنا ماذا نعني بالسمسرة ومتى تعتبر عمل تجاري. تحدث أعمال تجارية البحرية تعتبر عمل فردي. ثم انتقلنا للحديث عن المقاولة التي تعتبر أنها واحدة من الأعمال التجارية ويشترط فيها التكرار. وضحنا أن هنالك أنواع مختلفة من المقاولة، سواء كانت مقاولة صناعة أو مقاولة توريد أو مقاولة وكالة بالعمولة أو محلات ومكاتب تجارية ومقاولة بيع بالمزاد، وجميعها تعتبر عمل تجاري إذا استوفت الشرط بتاع التكرار والتصديق للقيام بهذا العمل. ثم انتقلنا للأعمال التجارية بالتبعية. الأعمال التجارية بالتبعية وقلنا هذه لا تعتبر تجارية إلا إذا استوفر شرطين، أنها تكون صادرة من تاجر بغرض نشاطه التجاري الأساسي في هذا الملف. ثم انتقلنا للحديث عن أعمال مختلطة، وقلنا هي أعمال يكون فيها شق مدني والشق الآخر تجاري، وقضيتها أيضا تظهر في أنه ما هي المحكمة المختصة بنظر مثل هذا النزاع. وضحنا كيف تحدد المحكمة في هذا الجانب. انتقلنا بعد ذلك للشخص الطبيعي الذي يساهم للعمل التجاري اللي هو قلنا التاجر. وضحنا هنالك عدد من الشروط يتعين على الشخص الذي يريد ان يساهم للعمل التجاري ان يتحلى بها ليكتسب صفه التاجر. وعاده بيحصل خلط عند الطلاب بين شروط اكتساب صفه التاجر والتزامات التاجر، وهذه لابد انها تكون باينه لانه التزامات التاجر مراعاه الدين واداب المهنه ومسك الدفاتر التجاريه والقيد في السجل التجاري والغيث في الغرفه التجاريه والصناعيه. اما الالتزامات اما شروط الاكتساب اللي هي من ضمنها الاهليه والاحتراف في مزاوله العمل التجاري والاستقلاليه في مزاوله هذه الاعمال التجاريه. وضحنا ماذا نعني بتعريف التاجر. هذه الشروط
مباشرة أعمال تجارية، احتراف التجارة، ممارسة التجارة باسم التاجر لحسابه وأيضا الأهلية التجارية. بعد ذلك انتقلنا للحديث عن الالتزامات اللي هي مراعاة الدين وآداب المهنة، مسك الدفاتر التجارية، وضحنا ما هي وظائف الدفاتر التجارية التي تؤديها بالنسبة للتاجر، وضحنا من هم الملتزمين بمسك الدفاتر التجارية وهل هنالك ضوابط نظامية لهذه الدفاتر التجارية أم لا. ثم بعد ذلك تحدثنا عن أنواع الدفاتر التجارية، لأن فيها دفاتر إلزامية، فيها دفاتر اختيارية، ما هي الأحكام الخاصة بالنسبة لديها. ثم تحدثنا عن انتظام الدفاتر التجارية، ما هي الشروط المطلوبة لكي يكون الدفتر التجاري منتظم. نحن أيضا تحدثنا عن حجية الدفاتر، بمعنى أنه هل يمكن أن تستخدم الدفاتر التجارية في الإثبات في المحكمة سواء كان لمصلحة التاجر أو ضد التاجر. بعد ذلك انتقلنا للحديث عن الالتزام الثالث وهو القيد في السجل التجاري. وضحنا وظائف السجل التجاري مختلفة، ووضحنا الجهة المعنية بمسك السجل التجاري في المملكة العربية السعودية. ثم وضحنا شروط القيد، من هم المطالبون بالقيد في السجل التجاري، ومن هم والشروط التي يجب أن تتوافر فيها في كل ما حين. وضحنا أيضا ما هي البيانات المطلوبة. أيضا تحدثنا على أنه يجوز أن أو يتم رفع القيد من السجل التجاري في حالات محددة تحدثنا عنها، سواء كان الرغبة في ترك النشاط التجاري أو حالة وفاة التاجر أو حالة تصفية الشركة، كلها يمكن أن ترفع فيها القيد في السجل التجاري. ثم بعد ذلك تحدثنا عن القيد في الغرفة التجارية والصناعية، وضحنا ماذا تعني الغرفة التجارية والصناعية، وهل ما هي شروط العضوية في الغرفة التجارية والصناعية. ثم تحدثنا عن اختصاصات الغرفة وكيف تدار الغرفة التجارية والصناعية. ثم بعد ذلك تحدثنا عن مجلس الغرفة التجارية والصناعية في المملكة العربية السعودية. هذه هي الجزئيات المتعلقة بالأعمال التجارية والتاجر. بعد ذلك انتقلنا للحديث عن الشركات، نشوف الجزء المتعلق بالشركات ماذا تحدثنا. ننتظر خلال هذه الفترة حتى أنه نستطيع أن نستعرض الشرائح وحتى أنه نستطيع أن نتحدث من خلالها. الجزئية الأخيرة هي في المقرر المتحدثة أو هي الأكبر في المقرر، والموضوع يتعلق بالشركات، وفيها تحدثنا عن تعريف الشركة. وحديثنا عن الشركات يتم وفقا لنظام الشركات السعودي النافذ 1437 هجرية. نتحدث فيها عن تعريف الشركة، ثم نتحدث عن تقسيم الشركات من حيث طبيعة عملها إلى شركات مدنية وشركات تجارية،
وهذا المعيار فيها طبيعة العمل. ثم بعد ذلك ينتقل الحديث عندنا إلى أشكال الشركات التجارية التي تم اعتمادها في نظام الشركات النافذة في المملكة العربية السعودية. ابتداء تحدثنا عن طبيعة الشركة وعرفنا فيها الشركة وفقا للمادة الثانية من نظام المحكمة التجارية نظام الشركات، وسبقا ذكرنا أن أرقام المواد غير نحن غير مطالبون بها. عرفنا الشركة على أنها عقد يلتزم موظفاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معا لاقتسام ما قد ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة. هذا التعريف أصبح هو النص اللي اعتمدنا عليه في شرح كل الأركان الموضوعية العامة أو الخاصة لعقد الشركة. ذكرنا أن نظام الشركات الجديد خلافا للأنظمة السابقة اعتمد شركة الشخص الواحد، وقال إنها يمكن أن تظهر في شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، وهذا هو الاستثناء من الأصل، لأن الأصل أن الشركة عقد. تحدثنا ببساطة عن مزايا شركة الشخص الواحد والسلبيات التي يمكن أن تختلف هذه الشركة. أيضا بعد ذلك انتقلنا للحديث عن أنواع الشركات، وقسمنا الشركات من حيث طبيعة عملها إلى شركات مدنية وشركات تجارية، بمعنى أن الشركات المدنية تزاول العمل المدني والشركات التجارية تزاول العمل التجاري. ثم تحديدا تحدثنا عن أشكال الشركات التجارية التي اعتمدها النظام، وقلنا هي 5 شركات، منها 3 شركات شركات أشخاص، هي شركة التضامن التوصيل البسيط المحاصر، وشركتين شركات أموال هي شركة المساهمة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة عادة نقول إنها هي شركة مختلطة لأنها تجمع بين خصائص شركات الأشخاص وشركات الأموال. هذا هو الترتيب، 3 شركات أشخاص، 1 شركة أموال المساهمة، والثالثة هي شركة مختلطة الشركة ذات المسؤولية المحدودة. بعد ذلك انتقلنا للحديث على أن عقد الشركة عنده أركان، هذه الأركان تقسم إلى 3 أقسام رئيسية، أركان موضوعية عامة، أركان موضوعية خاصة، وأركان شكلية. والأركان الموضوعية العامة هي الأركان التي توجد في عقد الشركة وغيره من العقود الأخرى، وهي 4 أركان: الرضا، وتحدثنا ماذا يعني الرضا، وتحدثنا على أن هنالك عيوب إذا ظهرت هذا الرضا يصبح هذا الركن ركنا معيبا. ثم تحدثنا عن الركن الثاني وهو المحل، عرفنا ماذا نعني بالمحل، وعرفنا ما هي الشروط التي يجب أن تتوافر في هذا الركن لكي يصبح ركنا صحيحا. ثم تحدثنا عن الركن الثالث وهو الأهلية، ووضحنا ماذا نعني بالأهلية فيما يتعلق بعقد تأسيس الشركة. الركن السابع كان هو السبب، عرفنا ماذا نعني السبب، واشترطنا وجود هذا السبب في الأحكام المختلفة حول عقد الشركة. ثم انتقلنا للأركان الموضوعية الخاصة، وقلنا تسمى أركان خاصة لأنها تميز عقد الشركة عن غيره من العقود، وهي 4 أركان: الركن الأول تعدد الشركاء، والركن الثاني تقديم الحصة، الركن الثالث نية المشاركة، والركن الرابع اقسام الأرباح والخسائر بين الشركاء. وضحنا أن الشركات كلها يجب أن يكون عدد الشركاء أقل فيها 2 إلا إذا كانت شركة شخص واحد، وما في شركة فيها عدد أقصى من الشركاء إلا شركة واحدة اللي هي شركة واحدة اللي هي شركة ذات المسؤولية المحدودة. العدد الأقصى للشركاء فيها أن يكون 50 شريكا. الركن الثاني تقديم الحصة، وضحنا أن الحصة لها 3 أنواع: حصة عينية وحصة نقدية وحصة بالعمل. وضحنا ما هي أحكام الحصة النقدية بتفاصيل ومتى تدفع وكم يجب أن يدفع منها في هذا المقام. ثم وضحنا ما هي أحكام الحصة العينية وما هي أنواع الحصة العينية في هذا المقام. ثم بدأ حديثنا بعد ذلك عن الحصة
بالعمل، وان هي الحصه الوحيده التي لا تدخل في تكوين راس مال الشركه. والعمل المعني الذي يجب ان يقدم كحصه يجب ان يكون عملا فنيا، بمعنى ان العمل اليدوي لا يكون حصه، والسمعه والعلاقات ايضا والنفوذ ايضا لا تعتبر هي جزء من الحصه. الركن الثالث كان هو نية المشاركة، ولا بد من توافر هذا الركن لأنه ركن معنوي، لكن نستطيع أن نستدل على وجوده من عدمه. ثم الركن الرابع كان هو اقتسام الأرباح والخسائر، وهذا له ضوابط، ومن ضمنها يدخل فيه شرط الأسد. إذا وجد شرط الأسد في أي حالة من الأحوال لا يعتبر هذا العقد عقدا صحيحا بأي حالة من الأحوال. وضحنا حالات شرط الأسد. بعد ذلك انتقلنا للحديث عن الأركان الشكلية اللي هي من ضمنها كتابة عقد الشركة، ووضحنا كيف يتم الكتابة وأين تتم كتابة عقد الشركة. ووضحنا الشركات التي يتطلب كتابتها اللي هي ضمن كل الشركات ما عدا شركة المحاصة. ثم كان الحديث بعد ذلك عن شهر الشركة، والشهر يتضمن عقد التأسيس ونظام الشركة، ويتم الإعلان عنه في الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والاستثمار. كل الشركات يتطلب شهرها ما عدا شركة المحاصة. بعد ذلك انتقلنا للحديث عن البطلان، وقلنا البطلان بيترتب على عدم استيفاء الشركة لأي من أركانها المعنية، وعرفنا أن البطلان ينقسم لاثنين قسمين، اللي هو البطلان المطلق والبطلان النسبي. والبطلان المطلق هو البطلان الذي يجوز لكل لمصلحة يتمسك به وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. والبطلان المطلق لا تصححه الإجازة إطلاقا، وإن كانت إجازة صريحة أو ضمنية. إذا البطلان المطلق هو البطلان الذي يجوز لكل صاحب مصلحة يتمسك به وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ولا تصححه الإجازة الصريحة أو الضمنية. النوع الثاني من البطلان هو البطلان النسبي. البطلان النسبي هذا يعني لا يستطيع أن يتمسك به إلا من شرع على مصلحته، ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وتصححه الإجازة الصريحة والضمنية. وتصححه الإجازة الصريحة والضمنية اللي هو حالة عكسية تماما لحالة البطلان المطلق. وضحنا ماذا يترتب في حالة إعلان بطلان الشركة، أن هنالك شركة فعلية، وذلك بغرض الحفاظ على حقوق الغير الذين يتعاملون مع الشركة في هذه الحالة. أيضا بعد ذلك انتقلنا للحديث عن الشخصية الاعتبارية للشركة، عرفنا ماذا نعني بالشخصية الاعتبارية للشركة، ووضحنا متى تكتسب الشركة شخصيتها الاعتبارية. ومع ذلك قلنا أن كل الشركات عندها شخصية اعتبارية مع عدد شركات المحاصة. ثم انتقلنا للحديث عن الآثار التي تترتب على اكتساب الشركة الشخصية المعنوية، هو ذكرنا الاسم والذمة المالية، موطن الشركة، أهلية الشركة، جنسية الشركة، تمثيل الشركة، وتحدثنا عن أي من هذه العناصر بشيء من التفصيل. ثم انتقلنا بعد ذلك للحديث عن أسباب انقطاع الشركة، وأن في أسباب انقطاع عامة وهذه تنقضي بها كل الشركات، وفي أسباب انقطاع خاصة تنقضي بها شركات الأشخاص وفقا لأنظمة كل شركة. أسباب الانقضاء العامة اللي هي انقضاء المدة المحددة للشركة، تحقق قرض الشركة، انتقال جميع الحصص ليد واحد من المساهمين، اتفاق الشركاء على حل الشركة، اندماج الشركة في شركة أخرى، أو صدور حكم قضائي بحل الشركة. الأسباب الخاصة مثل في وفاة أحد الشركاء، الحجر على أحد الشركاء، أو إعسار أحد الشركاء، أو إفلاس أحد الشركاء، انسحاب أحد الشركاء. هذه أسباب القضاء خاصة تنقضي بها شركات الأشخاص دون غيرها من الشركات. وشركات الأشخاص جماعة نفس بها شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركات المحاصة. بعد ذلك تحدثنا عن التصفية، عرفنا ماذا نعني بالتصفية، ووضحنا متى تدخل الشركة في مرحلة التصفية، وما هي أنواع التصفية، وعرفنا من هو الشخص الذي يقوم بعملية التصفية بالنسبة للشركة، ووضحنا أن الشركة خلال فترة التصفية تحتفظ بشخصيتها
المعنوية بالقدر اللازم لإتمام عملية التصفية. وضحنا ما هي السلطات وواجبات المصفي بعد ما يتم تعيينه مصفي للشركة في مراحل مختلفة، ثم تحدثنا عن قسمة الأموال اللي هي بعد ما المصفي يقوم بتجميع أموال الشركة يدخل في قسمة، وبعد ذلك تحدثنا عن دعوة الناشئة دعوة المسؤولية، تحدثنا عن الفترة الزمنية التي حددها النظام عن رفع هذه الدعاوى 3 سنوات أو 5 سنوات، ثم بعد ذلك انتقلنا للحديث التفصيلي عن كل شركة من الشركات المختلفة، وبدأنا فيها بشركات الأشخاص، وأول شركة من شركات الأشخاص هي شركة التضامن. وضحنا تعريف من شركة التضامن على أنها شركة بين أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية، وهذا أهم أشياء يميزها، إنه الديون إنه الشركاء بيكونوا مسؤولين مسؤولية تضامنية عن ديون الشركة، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر. وضحنا إنه العنوان من هذا التعريف نحن نستبد الخصائص تحدثت في المسؤولية المطلقة والتضامنية عن ديون الشركة. أيضا في مسؤولية وضحنا ما هي أحكام المسؤولية المعنية في حالة انضمام شريك أو غيره من هذه الأحوال. أيضا دخول اسم الشريك في عنوان الشركة من خصائص شركة التضامن، عدم قابلية الحصص للانتقال. هذه جزء فقط مراجعة بالنسبة للمضاعفات اللي احنا درسناها. اكتساب الشريك صفة التاجر من الخصائص من الخصائص المعنية بالنسبة للشركة. مدير في شركة التضامن، وضحنا انه عندنا 2 من انواع المدراء، سواء كان مدير اتفاقي ومدير غير اتفاقي في شركة التضامن. المدير الاتفاقي وضحنا ما هي احكامه، انه يكون شريك ومنصوص على تعيينه في عمده تاسيس الشركه. المدير غير الاتفاقي لا يكون بهذا المستوى. وضحنا ما يترتب على اعتزال المدير لاي واحد من الانشطه التي يقوم بها. تحدثنا ايضا عن انقضاء شركه التضامن. ثم تحدثنا عن شركه التوصيه البسيطه، واهم جزئيه فيها انها بيتكون من فريقين من الشركاء، شركاء موصين وشركاء متضامنين. الشركاء المتضامنين مسؤوليتهم تدخل يعني تثري عليهم ذات الاحكام التي تثري على احكام الشركاء المتضامنين في شركه التضامن. اهم الخصائص العنوان انه ينفرد به شركاء المتضامنين وليس الموصين، وأن الشريك الموصي لا يكتسب صفة التاجر فيها، ومسؤولية الشريك الموصي تكون محدودة بالنسبة أما الشريك المتضامن مسؤوليته تكون تضامنية. لا يجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن حصته إلا وفقا للأحكام التي تحددها الشركة. شركة التوصية البسيطة إدارتها يتولاها الشركاء المتضامنون، لا يكون فيهم شركاء الموصيين. وأهم الشركة الثالثة هي شركة المحاصة، وأهم جزئية في شركة المحاصة تتعلق بأنها شركة مستترة عن الغير، ولا تتمتع بشخصية اعتبارية، ولا تخضع لإجراءات الشهر. هي أهم جزئيات نريد أن نتعرف عليها في شركة المحاصة. ثم انتقلنا للحديث عن شركة المساهمة. الجزء اللي حدثناه متعلق بنظرية القانون وبعض المصطلحات القانونية. عرفنا شركة المساهمة اللي هي واحدة من شركات الأموال، وقلنا يجب أن يكون عدد الشركاء فيها 2 على الأقل، إلا إذا كانت شركة مساهمة لشخص واحد. من أهم خصائصها أنها من شركات الأموال، واسمها بيتكون من غرض الشركة، ومسؤولية الشركاء فيها محدودة بحد حصتهم في رأس مال الشركة.
وبعدك وضحنا عرفنا من هو المؤسس في شركة المساهمة، ووضحنا ما هي إجراءات التأسيس بالنسبة لهذه الشركة، ووضحنا أن انعقاد الجمعية التأسيسية تعتبر هي مرحلة من المراحل قبل بعد اكتمال إجراءات الافتتاح في الشركة. وضمن الجمعية التأسيسية هذه بتختار أول مجلس إدارة للشركة، عمر هذا المجلس يصل إلى 5 سنوات، أما المجالس الأخرى أعمارها فترتها هي بتكون أقصاها 3 سنوات يجوز التجديد فيها. الاكتتاب ممكن يكون مطلق غير مطلق. أنواع الجمعيات في الشركة المساهمة: جمعية تأسيسية وهذه تعقد مرة واحدة في عمر الشركة، جمعية عامة عادية هذه تعقد مرة في العام على الأقل، جمعية عامة غير عادية أو استثنائية أو طارئة وهذه تعقد حسب حوجة الشركة لها. أيضا دي إجراءات التأسيس تحدثت عنها، البيانات تعتبر معلومات عامة بالنسبة لديها، مجلس الإدارة يتم اختيار واسطة الجمعية العامة للشركة، وعدده يكون من 3 إلى 11، فترة عضويته 3 سنوات قابلة للتجديد. وضحنا ما هي التزامات أعضاء مجلس الإدارة من مناحيها اختصاصاته ما لم يكون فيها استثناء. وضحنا المكافأة في أن عضو مجلس الإدارة ممكن يأخذ راتب معين أو يأخذ نسبة من الأرباح، هذه النسبة من الأرباح يجب أن لا تزيد عن 10% من صافي الأرباح. وفي نهاية الأمر إنه النظام حدد أن عضو مجلس الإدارة يجب أن لا يتحصل على مكافأة أو مزايا عينية لا تتجاوز 500,000 ريال خلال السنة. وضحنا أحكام المسؤولية، الشركة أعضاء مسؤولين في كل مناحيها. الجمعيات وضحناها إنه جمعية عامة عادية، جمعية عامة غير عادية، جمعية تأسيسية. صحة الاجتماعات والنصاب المطلوب. أنا قصدت إنه أستعرض المفردات في هذه المحاضرة، بتبقى لدينا محاضرة أخيرة هي يوم الثلاثاء يوم الأحد، قصدت إنه أخصصها لحل أسئلة التكليف الماضية، وفي بعض الأسئلة أيضا إنه إن شاء الله يعني اللقاء القادم يخصص فقط لحل الأسئلة، يعني في أسئلة التكليف السابقة موجودة، بالإضافة إلى في هنالك بعض الأسئلة يمكن أن نستعرضها معكم مباشرة ونحلها، وأي أسئلة يمكن أن تطرح خلال اللقاء مباشرة أو يمكن أن تنزل على المنتدى وأنا أقوم بالإجابة عليها مباشرة. فالآن أنا خصصت ما تبقى من هذا الوقت لاستكمال المفردات المقررة، حتى أنه أي واحد يتأكد من أن هذه هي المفردات المطلوبة بالنسبة للاختبار. بعد ذلك لدينا لقاء واحد حيكون بإذن الله يوم الأحد الساعة 4:30 مساء، نخصصه للإجابة على الأسئلة، التكليف اللي كان تم عرضه أيضا نقوم بالإجابة عليه، في أسئلة أخرى كان يفترض تنزل في تكليف إلا أنها لم تنزل نقوم على حلها مباشرة بإذن الله. وضحنا في الجمعية العامة أحكامها شروطها متعلقة بنشاط هذه الجمعيات العامة، أيضا عدد المساهمين في الجمعيات العامة تحدثنا عنه، صحة اجتماعاتها، أيضا شركة المساهمة عندها مراجع حسابات يتم تعيين بواسطة الجمعية العامة، لديها لجنة مراجعة يتم تعيين بواسطة الجمعية العامة، أيضا هنالك في رقابة خارجية تتمثل في تفتيش الشركة. دي الجزئيات التي تعتبر مهمة في شركة المساهمة، لجنة المراجعة
بيتم الحين ان احنا بنراجع الاساس، بنراجع الان نحن وبدينا المحاضره هذه من ابتداء بدايتها استعرضنا فيها المصطلحات القانونيه، من ثم بدانا المراجعه من بدايه المفترض. المحاضره القادمه اوضحتها انها تكون مخصصه لحل الاسئله، سواء كان التكليف الاول او الاسئله التي سوف اقوم بعرضها او اي اسئله تطرح منكم في سواء كان في المنتدى او مباشره خلال المحاضره. اذا في لجنه مراجعه، في مراجع حسابات، في عمليه تفتيش من خارج الشركه. شركه المساهمه تصدر عدد من الصكوك، هذه الصكوك تتمثل في الاسهم وادوات الدين والصكوك التمويليه. اذا الصكوك التي تصدرها شركه المساهمه هي الاسهم، ادوات الدين، الصكوك التمويليه. عرفنا ماذا نعني بالسهم، ما هي خصائص الاسهم، انها قابله للتداول، وانها الاسهم قابله للتداول لانها عندها قيمه اسميه، القيمه الاسميه حددها النظام ب 10 ريال، وانها غير قابله للتجزئه. وضحنا ما هي القيود على تداول الاسهم. ثم تحدثنا عن حقوق مالك السهم، تحدثنا عن انواع الاسهم، سواء كانت اسهم نقديه او اسهم عينيه، اسهم راس مال او اسهم تمتع، اسهم ممتازه واسهم عاديه. ثم تحدثنا عن ادوات الدين، وقلنا هي عباره عن حقوق في ذمه الشركه لصالح الغير، وتحدثنا عن احكام ادوات الدين. ثم انتقلنا للحديث عن صكوك التمويليه، ووضحنا ما هي احكام هذه الصكوك التمويليه، واخيرا تحدثنا عن انقضاء شركه المساهمه كيف تنقضي هذه الشركه. انتقلنا اخر جزئيه تحدثنا فيها عن الشركه ذات المسؤوليه المحدوده، وضحنا انها هي الشركه الوحيده فيها عدد اقصى من الشركاء لا يزيد عن 50 شريكا، ووضحنا ان هذه الشركه غير مسموح لها ان تعمل في مجال التامين او تعمل في مجال البنوك او تعمل في مجال التمويل بانواعه المختلفه، والسبب في ذلك انها شركه مسؤوليتها محدوده، وهذه المجالات تتطلب مسؤوليه غير محدوده، يمكن ان تكون في شركه شخص واحد. هذه هي اهم خصائص شركة ذات المسؤولية المحدودة، من أهم خصائصها أنها غير مسموح لها أن تطرح اسمها للاكتتاب العام. أيضا عندها جمعية عامة، عندها مجلس رقابة، عندها مراقب ومراجع حسابات، تنقضي بأسباب الانقضاء العامة ولا تنقضي بأسباب الانقضاء الخاصة إلا إذا كان نظام الشركة تطلب ذلك. هذه هي المفردات التي استعرضناها في بداية هذه المحاضرة. استعرضنا المصطلحات القانونية والمصطلحات المتعلقة بالاختبار هذه الموجودة أمامنا، سواء كان commercial law أو arbitration, banking, brokerage, burden of proof, competence, court of first instance, court of appeal, court of cassation, tort, dispute, dispute settlement. هذه هي المفردات المطلوبة بالنسبة لدينا، وذكرناها في المحاضرات الماضية. في ختام هذه المحاضرة بذكر على أنه حتكون إن شاء الله عندنا محاضرة أخيرة، هي يوم الأحد في نفس التوقيت الأسبوعي، نخصصها فقط للإجابة على الأسئلة. أنا جهزت أسئلة التكليف الأول، أيضا هنالك عدد من الأسئلة كان يفترض تنزل تكليف ثاني لها لم تنزل، لكن عثرنا أنه نحلها مباشرة في اللقاء الأخير. وإذا كانت هنالك أي أسئلة بترجع للمقرر وتبدأ تذاكر، ممكن تكون عندها أسئلة تطرحها لكي نجيب على هذه الأسئلة، والناس إن شاء الله تستعد للاختبار بشكل يكون جيد. إلى أن نلتقي بكم في محاضرة الأحد الأخيرة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.